مقادير الشمندر عادي، برغل ناعم اتغسل مرة اتنين تلاتة ويتغسل بمصفاة ناعمة. ما عندكيش مصفى ناعمة، حطي شاشة في قلب المصفى الواسعة واغسليه عشان ما ينزلش من المصفى التاني، ويتغسل وبعد كده صفيه من المية كويس بشاشة وسيبيه على جنب لمدة ساعتين تلاتة في مكان شديد البرودة، يعني مش في التلاجة، لا يعني مكان فيه تهوية. حلو، وسيبيه ساعة اهو معانا بالشكل ده، ده لازم. هي دي التركية بتاعت نجاحه. حتى لو تعملي كبيبة، يعني لو تعملي كبة باللحمة أو كبة مقلية اللي هي الكبيبة، نفس الطريقة اهو. ده البرغل اهو زي الفل. قصة عمل الكبيبة بالشمندر، جبنا الشمندر بتاعنا الجميل سلقناه نص سوا، أو ممكن تحطيه ني مفيش مشكلة اهو. حلو، ونطحنه كده مع الإيه؟ مع البرغل. نخش على موضوع الكبة بالشمندر. أخبار العجينة إيه؟ هو ده الكلام. إيه الأخبار؟ شفت؟ زي الفل، إحنا مع بعض. العجينة إيه؟ تاخد برغل تاني عشان نطحنه. بنعجن عجينة من البرغل والشمندر كأنك بتعمل عجينة الكبيبة العادي، ونحط عليها شوية هيل. المطبخ العربي يحب الهيل. نحط الملح، ركز معايا بقى عشان الموضوع هنا شيق. ونحط ورقتين نعناع اخضر مع الشمندر. دايما الكبيبه الحلوه تحط نعناع يابس او نعناع اخضر بالشكل ده كده في العجينه، وتحط شويه البهارات من الفلفل الاسود اهو، ممكن تحط شويه كركم حلوين يعني تبليها. حلو، شويه بابريكا، ممكن تحط شويه قرنفل اللي هو المسمار. طالما بنتكلم عن المطبخ العربي يعشق التوابل العربيه، اللي هو الهيل الحبهان والقرنفل اللي هو المسمار والدارسين اللي هي القرفه. ونقلب دول كلهم مع بعض يا عم الشيف، ونعمل عجينه الكبيبه اهو. بص عليها عجينة الكبيبة بتاخد مجهود شوية، ممكن نفرمها على المفرمة اهي. شفت اهي زي الفل، تطلعها. دي على فكرة عشان نشتغل فيها صح لازم تطلعيها وتسيبيها في التلاجة شوية، يعني بتاع نص ساعة. ليه يا عم الشيف؟ البرغل عامل زي الشوفان، شخصيته بتبان بعد الطحن او بعد الفرم. اقول المعلومة تاني، معلومة غير معلومة بتاعت المغازي، برغل شوفان شخصيتهم بتبان بعد الطحن او الفرم. الشوفان شخصيته مش بتبان غير لما نحطه في الحليب ونسيبه ساعه زمن تلاقيه نفش. هكذا البرغل معانا اهو، لما بنلع برغل كده بالشكل ده كده بنلاقيه نفش وبقى بالشكل ده كده. نفس الطريقه اللي احنا العجينه اللي احنا عملناها مع بعض اهي، دي عجينه الكبيبه بالشمندر اهي. شفت اللون الحلو ده كده؟ تحيه كبيره للشعب الكويتي والشعوب العربيه كلها اهو اهو. دي العجينه، بدل البرغل حطينا مع البرغل حطينا شمندر. بيسالوني دلوقتي في الاربيز، الشمندر ده مسلوق ولا ني؟ عادي، ممكن يتسلق نص سلقه او يتبشر او يتحط مسلوق. هي قصه كلها طعم الشمندر واللون بشويه ميه. ونشكل بقى واحده اتنين تلاته اربعه. طبعا الوقت لا يسعفنا عشان عايزين نعمل ليموناتا، بس خلوني وانا مع حضراتكم كده نعمل ايه واحده لحمه مفرومه متعصجه. ممكن نحط مع اللحمه دي صنوبر، نحط لوز زي ما احنا عايزين، لحمه، بصله، تومه، لحمه مفرومه ضاني، لازم يكون ضاني. الحشوه والتوبنج بتاع الكبيبه ضاني،
حلو الكلام. ولكن لو بنعمل كبه العجينه بتاعتها بنحط لحمه هبره كندوز، لحم بقري خلي بالكم، بس انا ما حطيتش مع دي لحمه، ده برغل وشمندر بس. ونعمل مع بعض كده واحده اه، ايدي في الميه، واللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. وادي اللحمه المفرومه في قلبيها واعملها كده اهو. نجيب طبق، بسم الله الرحمن الرحيم اه، خرجنا الجميل هنشتغل هنا. اللهم صل على النبي اه. والطبق ده بنعمل ايه؟ بنتهنه شويه زيت عشان الكبده ما تلزقش في الطبق اه. نشتغل مع بعض واحده تانية كمان اهو. ادي العجينه، بنحط لحمه مفرومه. من خلال السوشيال ميديا بقى اللي بيتابعوني في كل الدول العربيه، والمطبخ النهارده كويتي، تعليقات لحضراتكم، كلمة طيبة كالشجرة الطيبة. تسلم ايدك يا شيف، والله يا شيف المفروض تبقى العجينة ماسكة شوية، هقول لك لازم تتحط في التلاجة. والله يا شيف العجينة بتاعت الدرابيل بتكون فاتحة شوية، اقول لها التمر كتر مني لان التمر بتاع سينا والواحات جميل وحلو، في ايديا سرحت وانا بحط عادي، اتقبل النقد. بنعمل الايه؟ الكبة او الكبيبة بالشمندر. نعم اه ابن حلال، ايه انواع الكبيبه؟ امسك اصابع ايدك العشره كده واحنا شغالين. كبه باللبن، كبه لبنيه، كبه سمائيه، كبه مقليه، كبه كدابه. يعني ايه كدابه؟ يعني بتتحشي بصل بسماه مش لحمه مفرومه اه، زي الحمام الكداب كده، بصل بالسماه مش لحمه مفرومه اه. كبه بالطحينه، كبه بالفليفله اه، كبه بالعدس، كبه مشويه اوهو، كبه على الفحم. كل ده منتجات البرغل المطحون باللحم الهبره. كبه بالعدس عباره عن بنستخدم بدل البنجر او الشمندر عدس مع البرغل. وبتاخد للامانه شويه رز. ليه رز يا عم الشيف بالعدس بالذات؟ لان الالياف بتاعه العدس ممكن تفصل من البرغل، فوجود الرز المصري بالذات يساعد على التماسك والانسجام. لما ندرس مطبخ وندرس التفاصيل الصغيره دي نرجع لمقوله كوكب الشرق ام كلثوم، واثق الخطوات يمشي ملكه. طالما انت فاهم بتشتغل مع المطبخ ده خلاص خلصت بقى، هو ده فهمك، هو ده ثقافتك اه. انا عامل اتنين تلاتة اتحمروا في الزيت اه، وتشيلها في التلاجة على فكرة تقدري تعملي وتخزني منها شوية. الشمندر مفيد للدم، يعالج الانيميا، فرصة كبيرة للاطفال اللي عندهم انيميا، غني بالحديد، السكريات بتاعته سكريات امنة بما ان هو منتج جيد جدا للسكر اه. مصانع الشمندر عندنا في مصر اه اللي بيطلع السكر اه. حلو، نعمل واحدة كمان؟ أنا عايز أعمل الليموناتة، بالله عليك عايز واحد ليموناتة. طب يلا أهو، أستاذة رحابة قالت لي هزودك خمس دقايق. أهو. أهو. آخر واحدة حاضر. أهو. حتى لو إديت لكم واحد دربال. أهو. مع إن قبل الفاصل نشرب قهوة ماشي. ناكل بسكويت ماشي. طب عايز خمس دقايق ماشي. اه ساعة ما نبقى في الجد الشغل اه. حلو، هعمل واحدة في النص معلش، عشان دي المفروض تتحمر، بس دي طبعا عشان تتحمر لازم تتحط في التلاجة شوية للأمانة، بس أنا حبيت أوصل الفكرة لحضراتكم اه. المية كده بتسويها يلا اه تمام زي الفل. دي الكبة بالشمندر.